والله لو كمبيوتر ما استوعب هالسرعه. انت تقص علي ولا شنو نظامك بالضبط؟ لا يبا هذه قدرات على فكره، واذا انت مو مصدق ممكن تسوي لي هذا الاختبار وتشوف شوف بعينك. يبا انا نوف علمتني كل شيء الحمد لله ما قصرت معي. والله طلعت مو سهل فارق تستوعب بسرعه يا شيطون. يا داد على فكره انا اعجبك يعني يبا، انا اتوقع الحين ما بقى شيء غير انك انت لازم تزوجني. زين انا خلنا نزوج العود اول. ايش يبا واي، بعدين هذا اخوي العود لاهي بالمسدسات والقنز واللعبه اللي يلعبها حسبال الكابويز للحين عايشين. انا فاضي يبا زوجني. اقول ضاري سام، لو مثلا 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 قلت لك انا بتزوج ايش رايك؟ بعد يبا بعد اجين خلاص يبا خلاص الموضوع صار اوفر على فكره. ليش اوفر؟ ليش ناقص انا ولا ناقص؟ وبعدين انا قاعد اقول لك مثلا لو 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 بتزوج ايش رايك؟ اوكي يبا اوكي، عشان قلت لي لو لو مثلا مثلا انا راح اجاوبك عشان قلت لي مثلا على فكره. بالعكس انا اشوف ان انت عمرك وايد مناسب للزواج وسنك مناسب، وعلى فكره يبا اصلا كل الناس لما يشوفونك معي حسبالهم انت اخوي. يا يبا يا وعمرك مناسب عشان تكون نفسك تزوج. صح 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 انت صح، هذا العشان فيك. كفو. عفوا بس داد انت كنا من اسلوبك كلامك انا حاس انت حاط عينك على واحدة يبا مو؟ لا 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 صدقني. لا لا يبا قول لا تستحي قول. بالإذن ماكو ولا واحد. خلاص عاد يا عبد الرزاق قول لا تستحي احنا شباب. قلت لك ماكو. رزوق تكلم حبيبي قول لا تستحي. ها اشوف صارت رزوق طاحت الميانة شوي وتقول لي شوي يا الديسكو بعد. نو يبا لازم نروح مع كابلز ما يصير. قوم اذلف. قاعد اشوف الفيلم يبا. اذلف. والله حلو. اذلف. ما راح اتكلم. اذلف. نسيت سوري. اوكي باي. رزوق. ايه رزوق. اذلف.